السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل سوا مع بعض أوراك الفراخ المقرمشة أو البولو فريتو. طبعا هتقولوا لي خلطة الخواجة كنتاكي، هقول لكم لا، ده تحدي للخواجة نفسه. يلا بينا كده نشوف مكوناتنا ايه. عندي أوراك فراخ فصلتها الدبوس عن الورك نفسه، متنظفة كويس ومنقوعة في الخل والسكر والملح والمية ساعتين قبل ما اعملها، مش صفية طبعا. دي كده أول حاجة معانا الفراخ. أوكي، تاني حاجة معانا التوابل اللي هنعمل بيها الفراخ. معايا معلقة كبيرة بابريكا، معلقة كبيرة جنزبيل، معلقة كاري، ملح وفلفل أسمر، توم بودر وبصل بودر، وطبعا الزعتر. معايا معلقتين كورن فليكس، معايا معلقتين دقيق ذرة، ومعايا دقيق أبيض، وكوباية زبادي، وكوباية لبن. اللي عايز طبعا يعملها باللبن الرايب بس، أو بالزبادي بس، أو باللبن بس، مفيش أي مشكلة، كله هيمشي. دي كده معانا خلطة التوابل. هنيجي هنا في حلة كبيرة على النار، حطيت 3 ورقات لورو، حبهان، قرنفل، بصلة، من غير ملح، من غير أي فلفل. وأول حاجة هنعملها هنسوي الفراخ 3 أرباع سوا علشان أضمن إنها مستوية لحد آخر قطعة واصلة لحد العظم. هحطها على البخار، بس قبل الحركة دي لازم أنغز الفراخ كويس علشان طعم التتبيلة اللي في المية البهارات توصل لكل حتة واضمن ان هي تمام. هنيجي للتتبيلة، هنعمل نوعين من التتبيلة، نوع تتبيلة سايلة هننقع فيها الفراخ، ونوع تانية جافة. اول حاجة حطيت الزبادي واللبن، حطيتهم في بولة كبيرة كده، وحنزل عليهم بالتوابل، وحسيب من كل تابل ربع معلقة بس. هخلط كل ده على كوباية الزبادي مع اللبن. شايفين انا باخد 3 ارباع التابل واسيب حبة صغيرة. اخدت الكاري، اخدت الجنزبيل، اخدت الملح، الفلفل، الزعتر، بس بسيب شوية صغننين للتتبيلة الجافة. وهبتدي هقلب الخلطة دي كويس، ودي طبعا اللي انا هنقع فيها الفراخ بعد ما اخرجها من النار. تمام كده، اقلب كده عشان اتاكد ان المكونات كلها كده اختلطت. مش عايزه اقول لكم الريحه جباره. مجرد ما الفراخ هتخرج معايا هحطها على طول في التتبيله بتاعتها. في بوله تانية او في بايركس تاني هبتدي اجهز برضو التتبيله الجافه. عباره عن ايه؟ عندي معلقتين كبار دقيق، عندي هحط معلقتين الكورن فليكس اللي انا طحناهم، كورن فليكس العادي، وهنزل ببقيه التوابل كلها اللي انا خليتها من التتبيله السايبه او السايله. نزلت بالكورن فليكس، هاخد برضو معلقتين من دقيق الذره، وهركن الخلطه دي كده على جنب، ودي كده هتكون جاهزه للفراخ برضو. يبقى انا كده عملت نوعين، عندي 2 بايركس، واحد فيه التتبيله سايله وواحده فيها التتبيله الجافه. هقلبه كده كويس واسيبه على جنب، وهنتظر الفراخ لسه على النار بتكمل السوا بتاعها. الفراخ عندي خلاص جهزت. اول حاجة هتخلص منها الجلد بتاعها، علشان الجلد مش صحي اللي احنا نقليه او ناكله كده. انا عايزة اكل الفرخة بالتتبيلة الجميلة اللي ريحتها طالعة بصراحة، عايزة تتاكل نية. هقلب كده فيها وادمج كده الفراخ كويس مع الخلطة دي، وحركنها حوالي ساعة كده كمان في التلاجة لحد ما اتأكد اللون الجميل ده، طبعا من الكاري. هركنها كده، وبعد كده اول ما اخرجها من التلاجة هنبتدي هنشوف هنقليها سوا مع بعض ازاي. خرجت كده الفراخ من التلاجة، هخرجها من التتبيلة بتاعتها. شايفين باقي التتبيلة السايلة، طبعا دي انا مش هرميها، ده السر كله والطعم كله فيها. هاخد هضيف عليها معلقتين دقيق، معلقتين بس مش اكتر، لحد ما احصل على قوام يقدر ان هو يثبت على الفرخة. شايفين القوام ده كده زي قوام الكيك كده، تقيل شوية بحيث لو حطيت فيها الفرخة ما ينزلش من عليها. طبعا في المرحلة دي انا ضفت معلقتين بيكنج باودر، معلقة واحدة هنا ومعلقة صغيرة على الخلطة الجافة.
نزلت كده الفراخ فيها كويس، وبعد كده هاخدها من الخلطة دي على الخلطة الجافة اللي فيها الدقيق ببقية التوابل بالحاجات التانية اللي معاه. هخلص كده الفراخ، وعندي الزيت طبعا على النار بيسخن علشان يكون جاهز للفراخ. الزيت كده زي ما احنا شايفين سخن كويس جدا طبعا، والفراخ هتتحمر بسرعة وهتبقى أحلى من كده مفيش. هبتدي بس انزل الفراخ، ما نزلش كتير في كل مرة، يعني كفاية 3 في كل مرة علشان ما خفضش درجة حرارة الزيت. وطبعا مش هاجي جنبها الا لما احس ان هي اتحمرت، هقلبها على الجنب التاني. شايفين الفراخ طالعة لونها ذهبي وتحفة تحفة والله. هطلعهم وهحط الكمية التانية، وبعد كده هنشوفهم سوا مع بعض عاملة ازاي وهنقدمها ازاي. شايفين الفراخ انا حطيتها كده على البورد، وتحتها كده شوية حركات وخس والكلام من ده، تتقدم مع كاتشب، تتقدم مع مايونيز. الفراخ جبارة والله جبارة، طعمها وريحتها قلبة الشقة كلها. وتاكلي حاجة نظيفة ومضمونة وعاملاها بإيدك في البيت. شايفين طبقة الكروستة اللي عليها مقرمشة ازاي، وتحفة تحفة. الولاد ما اقولكوش نسفوها في ثواني، وقالولي فعلا زي اللي بناكلها بره وأحسن. أتمنى يا رب إنها تعجبكم، وأتمنى إنكم تجربوها. وإن عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.